خارجيه بيحتفظوا بالكوره بكتير بدون اي تاثير على الحلقه، يعني بياخدوا بيحتفظوا بالكوره ثانيه واثنين وثلاثه وعشره واثناشر بدون اي تاثير على الحلقه. مره ثانيه بقول مبروك النادي الاهلي، تستحق المكسب، والف مبروك لجهازه الفني القدير ومزيد من التوفيق ان شاء الله. طبعا دي استلام الدرع دوري العام الدكتور مجدي ابو فريخه والاتحاد المصري لكره السله، ودي لمسه وفاء من جماهير النادي الاهلي العاشقه لفريقها ولجمهورها. طبعا 72 شهيد في احداث طبعا مباراه الاهلي والمصري الشهيره، طبعا بيهدوا البطوله الى روح هؤلاء الشهداء اللي هم موجودين دايما في النادي الاهلي، هم الدافع، هم الامل، هم القدوه دايما لتحقيق البطولات. النادي الاهلي دايما نادي عريق، النادي الاهلي دايما بيلعب بروح الفانيلا الحمراء، وده اللي واضح جليا النهارده في مباراته امام الجزيره اللي استحق فيها النادي الاهلي ان يتوج بطلا للدوري العام لكره السله بعد غياب زي ما قال كابتن هيثم سعيد 5 سنين عجاف. كابتن طارق مصطفى، ايه الفارق عندنا اسلام سالم عمرو الجندي كان نقطه تغير المباراه بالنسبه للجزيره بخلاف فتحي زكي ومصطفى الشافعي، الكل واحد في كفه، الاثنين دول مع الاثنين دول هم سبب تغير المباراه النهارده. هو زي ما قال كابتن هيثم كان بيعيب على الهجوم بتاع الجزيره الاحتفاظ بالكوره مع لعيب واحد فتره طويله، وده كان بيأثر زمن الهجمه وكان بيخلي اللعيبه تضطر ان هي تلعب في اخر ثواني فترمي الكوره بدون تركيز فما كانتش بتيجي باسكت. على العكس من كده مصطفى الشافعي كان بيعرف كويس قوي يحتفظ بكورته ازاي ويخش على الباسكت، بيطلع عليه الديفنس بيبصيها بره او بيخش يكمل على الباسكت وبياخد فاول فبيشوط بيجيب الاثنين. هو ده اللي عمل الفارق في الاكسترا تايم، وانا شايف ان مصطفى الشافعي يعني سبع نقاط في الاكسترا تايم، سبع نقاط حتى الحقيقه هو 70% من مكسب الجيم مصطفى الشافعي. شفنا النهارده كابتن هيثم دايما صناع اللعب في نادي الجزيره بيحتفظوا بالكوره كتير جدا، وده طبعا يعني بيحتفظ ويلعب مع نهايه الوقت المطلوب بالزبط. وبالتالي بالزبط. كان الكوره يعني النادي الاهلي بيستطيع الاستحواذ وتحويلها لهجمه مرتده على طول، كان بيحرز منها بالزبط. النقاط بالظبط. طبعا ده كان نقطه كلنا شايفينها ولامسينها، وكان يعني انا كنت شايف ان يعني هو يمكن ده ما اعرفش ده نتيجه خوف اللعيبه انها تلعب على الحلقه. الجزيره مش فورمتها، يعني الجزيره مش دي الفرقه اللي احنا يعني مش فورمتها خالص. وانا بقول حاجه كمان برضو، غياب نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك عن المنافسه انا بقول ان ده مؤثر جامد جدا على كره السله في مصر. يعني نادي الاتحاد نادي عريق جدا وجمهوره، ونادي ما ينفعش يبقى فيه باسكت بول من غير نادي الاتحاد، ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك. يعني اكتر ناديين حصولا على بطولات الدوري وبطولات الكاس هم الاتحاد والزمالك، وانا يعني بتمنى اشوف نادي الاتحاد ونادي الزمالك في المنافسه قريب، لان هم خرجوا لعيبه كبار جدا ولازم يكونوا في المنافسه تاني باسرع طيب. وقت. خلينا طبعا ناخد ونبارك لست اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مليون مبروك يا ست اللواء الحصول على بطوله الدوري لكره السله. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا، وسلامي لضيوفك الاعزاء الكرام. طبعا معايا كابتن طارق مصطفى وكابتن هيثم السعيد معايا في الاستوديو. سلامي ليهم جدا يا فندم. طبعا سياده اللواء يعني فوز مستحق النهارده للنادي الاهلي، استطاع ابطال النادي الاهلي تحويل النتيجه بعد ما كانوا طوال الاشواط الاربعه طبعا نادي الجزيره متفوق على النادي الاهلي، لكن روح النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتكلم عنها روح الفانيلا الحمراء، استطاع ابطال النادي الاهلي العوده مجددا والوصول الى الوقت المستقطع، ثم كان الفوز في النهايه على الجزيره 65-59، هي دي روح النادي الاهلي سياده اللواء بكل تاكيد. هو يعني احنا كنا بنتفرج وكان الحاج محمد عضوه بيتفرج معانا وكابتن وليد مهدي. الحقيقه احنا طول الماتش ما اعرفش عندنا الاحساس ان احنا يعني ان شاء الله هنكسب، على الرغم ان احنا كنا متاخرين زي ما تقول حضرتك تقول اربع اشواط، حتى كان في تعليق يعني احنا مش بتوع باسكت، بس الحاج محمد قال لو وصلنا لاكسترا تايم فالاهلي هيفوز بسهوله. واضح ان الولاد كان عندهم اصرار. هو الحقيقه طبعا السنه دي كان في تدعيم قوي لفريق السله، لان انت عارف البطوله بقى لنا كتير ما خدناهاش 5 سنين. كان في كان في اصرار من الاداره انه الباسكت النهارده يظهر بطوله قويه السنه دي يعني، والحمد لله ربنا وفق وربنا كرمنا الحمد لله. نتيجه المجهود اللي اتعمل سواء من تدعيم الاداره سواء من اللعيبه سواء من المدرب الجهاز كله، فربنا وفقنا الحمد لله. سياده اللواء يعني فوز الاهلي النهارده ببطوله الباسكت عوض كثيرا اخفاق سواء كان فريق اليد او فريق الطايره، بكل تاكيد مع نجاحات فريق كره القدم وتصدره للدوري العام، فدي اعاد البسمه اعاد البهجه اعاد السرور مره ثانيه لاروقه النادي الاهلي بكل تاكيد. بالتاكيد طبعا حضرتك، يعني هو موضوع كره اليد وموضوع الكره الطايره طبعا هو موضوع يعني
احنا متعودين كره اليد والطايره ان احنا يعني بنبقى دايما في الصداره، تمام، مع منافسه طبعا من نادي الزمالك، مع منافسه الانديه الاخرى. فيعني هو اخفاق السنه دي، وان شاء الله ربنا يعني يوفق ونعوضها السنه الجايه. لكن هي اتعوضت بالباسكت الحمد لله، اللي هو الفتره يعني الدوري بقاله كتير مش عندنا يعني. مليون مبروك سياده اللواء شيرين الشمس، المدير التنفيذي للنادي الاهلي، درع بطوله الدوري العام، الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله. طبعا سلموا للاعيب النادي الاهلي اللي بيحتفلوا الان قدامنا زي ما احنا شايفين في لقطات حصريه على قناه صدى البلد اللي بتحاول تنقل لكم كل اللعبات الجماعيه وايضا الفرديه، وده اصرار من اداره البرامج الرياضيه مع الكابتن شوبير ان احنا نكون موجودين معاكم في كل مكان. كابتن هيثم، لحظه سعيده بكل تاكيد عشتها كلاعب وعشتها دلوقتي وانت معانا داخل الاستوديو كمحلل، فرق كبير ما بين لما تكون في الملعب ولما تكون في الاستوديو. طبعا انا اقول لحضرتك، هو يعني انا شايف يعني النادي الاهلي يعني كمنظومة إدارية جوه النادي الأهلي فيه إمكانيات كبيرة جدا، بتقدر تساعد ولاده إنه يقدر ياخد بطولات ويقدر يركز بس في الملعب. وأنا طبعا بشكر قناة صدى البلد، ده حاجة مهمة جدا لازم الناس تبقى عارفاها، إن هي أتاحت لنا إن احنا نتواجد ونشوف الحاجات دي لايف ونشوف الفرحة دي ونشوف المنافسة. يعني أتمنى إن يعني حتى على المستوى الدولي قناة صدى البلد بالنسبة لكرة السلة تكون متواجدة.